طبعا كلنا سامعين صوت الراديو وعارفين صوت الراديو كويس جدا، بس اللي انت ما تعرفوش ان الصوت ده مش طالع من الراديو، الراديو ده بايظ ملناش دعوة بيه، الصوت طالع من الموبايل. يعني تقدر بكل سهولة تخلي موبايلك يشتغل راديو وتشغل اي محطة في العالم. خد بالك كده، بيفتح لك الكرة الارضية، بتختار اسم المحطة، اي دولة في العالم تقدر تجيب المحطة بتاعتها في اي مكان من الخريطة زي ما انت شايف كده. الموضوع بسيط جدا، تقدر تحول تليفونك لراديو من غير ما تركب السماعة، تجيب اي قناة على راديو انت عايزها. تابع معايا الفيديو لغاية الاخر، بس منساش تتابعني وتدوس على الشاشة مرتين. يلا بينا نبدأ. هتروح تحمل التطبيق اللي انا سايبولك في اول تعليق في الكومنتات، وخلي بالك التطبيق ده مجاني وبدون اي رسوم. هيبدأ يفتح لك كده العالم كل الكرة الأرضية، طبعا هو بيحدد المكان اللي انت فيه وبيفتح لك المحطات اللي موجودة فيه، بتضغط بس على المحطة اللي هي النقط الخضراء ديت، بيبدأ يفتح لك المحطة اللي انت عايزها زي ما انت سامع كده، وتبدأ برضو تختار. وخلي بالك فيها بحث، يعني ممكن تكتب اسم المحطة يجيبها لك بكل سهولة وانت مش محتاج تركب سماعة خالص. خد بالك، تعال بقى نشوف دولة تانية كده، اضغط على النقطة الخضراء واسمع، اهو فتح لك حاجة تانية اهو، وهكذا. طول ما انت بتضغط على اي مكان في العالم بيبدأ يشغلك المحطة اللي انت اخترتها في اي دولة وفي اي مكان هي النقط الخضراء دي. التطبيق موجود في اول تعليق بس كده. سلام.